تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أقيم اليوم سباق كأس جلالة الملك للقدرة لمسافة 160 كيلومتر، حيث توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة فارسة فريق فيكتوريوس منال فخراوي بطلة للبطولة التي أقيمت على مدار 4 أيام في قرية البحرين الدولية للقدرة، وشهدت سلسلة من السباقات للمسافات المختلفة. وسيطر فريق فيكتوريوس على المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي، حيث جاءت الفارسة منال فخراوي أولا، والفارسة سيسيليا غارسيا في المركز الثاني، والفارس جعفر ميرزا في المركز الثالث. كما توج سموه الفائزين الثلاثة في بطولة كأس جلالة الملك لمسافة 120 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب، حيث فاز بالمركز الأول الفارس أحمد صالح النعيمي من فريق الرعود، والمركز الثاني الفارس سلطان عبد العزيز الرميحي من فريق الزعيم، والمركز الثالث الفارس حمد هلال الخاطري من فريق الفرسان. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عظيم الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته الدائمة لرياضات الفروسية، خصوصا رياضة القدرة التي وصلت إلى مراحل متطورة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. وأوضح سموه أن بطولة كأس جلالة الملك المفدى للقدرة تعتبر العلامة المضيئة في عالم رياضة القدرة البحرينية من بين العديد من البطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي، خصوصا أن البطولة تحظى برعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وعهد سمو الشيخ ناصر بن حمد جلالة الملك المفدى على بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص في سبيل مواصلة الارتقاء برياضة القدرة في مملكة البحرين والوصول بها إلى حدود التطلعات والآمال، مقدما سموه الشكر إلى جلالته على رعايته البطولة. وقال سموه إن ما شهدته البطولة على مدار 4 أيام من التنافس المثير دلالة على التطور الكبير في أداء الفرسان الذين نافسوا على تحقيق المراكز الأولى، مبينا سموه أن المشاركة الواسعة تعتبر انعكاسا لما تشهده رياضة الفروسية والقدرة في مملكة البحرين من تطور وازدهار، والذي تحقق نتيجة للرعاية الكريمة التي يليها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لهذه الرياضة. وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد تهانيه للفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مهرجان جلالة الملك المفدى للقدرة لمسافة 160 كيلومتر وفئة الناشئين لمسافة 120 كيلومتر، مؤكدا سموه أن الفائزين كان لهم الشرف بالتواجد في لوحة الشرف للفائزين في أغلى كؤوس القدرة.